الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن تعلم العلم على هدي النبوة وعلى منهاج الرسالة. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. سوف نهتبل هذه المجالس العلمية إن شاء الله في التعليق الخفيف اليسير المؤصل بإذن الله عز وجل على متن عظيم عظمه أهل السنة وعظمه العلماء وتخرج عليه الجهابذة الراسخون، وهو متن العقيدة الواسطية للإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام المعروف. وهذا المتن من أهم المتون عند أهل السنة والجماعة، وتبرز أهميته من عدة أوجه. الوجه الأول، اتفاق أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على تعظيم مؤلفه وعلى الشهادة له بكبير الدراية والمعرفة والرسوخ في مذهب أهل السنة والجماعة، ولا جرم أن المصنف يعظم بعظم قدر المصنف. فالكتاب الذي ألفه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تطمئن له قلوب الناس وطلبة العلم، ويتقبلون ما فيه ويأخذونه على وجه التسليم، وتتلقاه الأمة بالقبول، كما هو معروف من كتب هذا الرجل رحمه الله تعالى. الأمر الثاني، اتفاق أهل السنة على إجلال هذا المتن، فإنني لا أعلم عن أحد من أهل السنة قدح في هذا المتن أو لاحظ عليه، فكل من جاء من بعد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلهم مجمعون على كلمة واحدة بأن هذا من أعظم المتون ومن أهمها وأفضلها وأخصرها وأقعدها في بيان مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح. الميزة الثالثة لهذا الكتاب أن شيخ الإسلام قل كلامه فيه، ولذلك لا تجد العقائد مذكورة بلفظ أبي العباس بن تيمية إلا في آخر الرسالة، وإلا فأكثر العقائد إنما عبر عنها بألفاظ النصوص. فهو لا يقول إن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله وجها، هو لا يتكلم بشيء من عنده، وإنما يقول ويبقى وجه ربك ثم يمشي. فهذا تعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص، والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى من التعبير عنها باجتهادات شخصية. فعظم هذا المتن في عيون أهل السنة وعلى قدره في قلوبهم، لأن شيخ الإسلام بناه على الآية والحديث، فهو قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتكلم عن العقائد الثابتة، عن بعض العقائد الثابتة لله عز وجل في كتابه الكريم، والقسم الثاني يتكلم عن بعض العقائد الثابتة لله عز وجل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صح من السنة، ثم القسم الثالث يتكلم عن جمل من العقائد في سائر أبواب الاعتقاد مدعمة بالأدلة، ثم ختمها بالكلام على شيء من الأخلاق والفضائل والآداب التي يدعو لها أهل السنة والجماعة.